بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن من سورة آل عمران، ونتحدث عن غزوة أحد. يمكن إحنا في الحلقة قبل الماضية تحدثنا عن غزوة بدر في هذه السورة، سورة آل عمران، وقلنا في الآية 123: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وعرفنا فضل ربنا علينا إيه لما نكون أذلة لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ينصر عبده إذا أظهر التذلل له. يعني إيه؟ يعني طول ما أنت متواضع لله عز وجل ومظهر ضعفك لله عز وجل ومنتظر فضل الله عز وجل أنت منتصر. لكن أول ما تظهر التكبر بقى والتجبر وإنك تقدر، لا تتقصر كده، تقصب كده، تكسر. يعني لا تنازع الله في كبريائك. فالمهم إن إحنا عندنا إن العبد إذا أظهر ذلة لله عز وجل ينصر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. واللي يتتبع التاريخ يجد إن المسلمين انتصروا في حطين وانتصروا على أكثر من 13 دولة أوروبية أو في حروب الصليبيين في حطين، وإيه؟ ما كانش معهم حاجة، كانوا طالعين من سنوات جفاف. يعني كان في جفاف في النيل 7 سنين، حتى أنقذ صلاح الدين شعب مصر من أكل القطط والكلاب. أكل القطط والكلاب، يعني مش لاقي حاجة تاكل. فطالعين من جفاف وطالعين من فقر وطالعين، ومع ذلك انتصر. نفس الكلام في عين جالوت. في عين جالوت، يعني انت فاكر قطز، سيف الدين قطز وبيبرس، وبرضو ايه، مصر كانت واقعه والمماليك وربنا سبحانه وتعالى نصرنا فين؟ ايام العز بن عبد السلام، وانتصر الناس لما حفظوا سورتي التوبه والانفال. النهارده بنقول للناس نتمسك بالله عز وجل عشان ننتصر. والله العظيم لن ننتصر في الزراعه، ولن ننتصر في الصناعه، ولن ننتصر في الطب، ولن ننتصر في الاقتصاد الا بالافتقار إلى الله، مش بالأنظمة العالمية، بالافتقار إلى الله عز وجل. يقول تعالى في سورة آل عمران، ونحن نتحدث عن سورة عن غزوة أحد، يقول تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ممكن إنسان يتهزم في غزوة بس ما يفقدش ثقته في الله. ولا تهنوا، ما تضعفوش، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا كان عندكم جرح يبقى ما هو اللي قبلكم كان عندهم جرح. طيب، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، بس في فرق. وترجون من الله ما لا يرجون. ممكن إنسان يصاب بمرض ممكن إنسان تاني يصاب بمرض طب إيه الفرق ما بين إصابة إنسان مؤمن بمرض وإنسان آخر غير مؤمن؟ الإنسان الغير مؤمن ده يعني انتقام ويعني له ربنا شأن آخر. لكن المسلم له مع ابتلاء الله عز وجل رفع درجات. إن ربنا ممكن يحط لك درجة معينة إذا لم تصلها بعبادتك وعطائك وصدقاتك وذكرك شدد الله عليك البلاء حتى تصل إلى المكانة التي وضعها الله لك. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. دايما المسلم منتصر فوق وبعدين يقع، وغيره ينتصر ويقع، مفيش حد منتصر على طول. وتلك الأيام نداولها بين الناس، مرة منتصر مرة منهزم. في واحد يقولك لا، أنا لازم أطلع الأول على طول، أنا لازم أبقى منتصر على طول، لازم أكسب على طول. تاجر بيكسب على طول، ما تخرقش لسه، مفيش حد بيكسب على طول ولا بينتصر على طول. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ما هو الاختبار، اختبار ضروري لتمييز الناس. ناس قاعدة مبسوطة وبتاكل وبتشرب وبتفرج على التلفزيون وبتغني، طب الناس دي مين الحلو مين الوحش؟ لازم امتحان، لازم اختبار، لازم ابتلاء، حادثة، نشوف الناس تصرف ازاي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. عايز يشوف منكم مين الصادق ومين الكاذب، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. في غزوة أحد، يعني لما انتصر المسلمون في بدر أخذوا ثقة. كانوا في بدر صغيرين، 313 هزموا أكثر من 1300، فكانوا قلة وبلا عتاد وانتصروا. فهم في أحد بقى خلاص اتدربوا، وبعدين بقى عندهم رماة طالعين الجبل، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرماة، الناس اللي بيرموا بالرماة دول بالأسهم، قال لهم: إذا رأيتم الطير،
يعني تتقاذفنا، إذا رأيتم الطائرة عمالة تأكل فينا لا تتركوا أماكنكم، إذا رأيتم الطائرة لا تتركوا أماكنكم. حضرة النبي قال للرماة ما تسيبوش أماكن خالص. ففي رماة أعلى الجبل حيرموا المشركين، وفي دايما الجيش كان مقسم عندنا إلى خمسة: مقدمة وميمنة وميسرة ورماة وساقة. ولذلك الجيش اسمه الخميس، خميس، خميس مكون من خمسة: مقدمة وميسرة وميمنة ورماة وسقاة. الجيش ده اسمه الخميس، ولذلك كان الجماعة لما ينزل النبي محمد كانوا يترعبوا يقولوا محمد والخميس، الخميس اللي هو الجيش اللي هو مقدمة وميمنة وميسرة وسقاة وإيه ورماة. فالمهم إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وليمحص الله الذين آمنوا وامحق الكافرين. طب إيه بقى البلاء اللي حصل؟ البلاء اللي حصل إن حضرة النبي قال للرماة لا تتركوا أماكنكم ولو رأيتم الطائرة تتخطفنا. لكن أول جولة للمعركة والمسلمين انتصروا كده وبدأ المشركين يتراجعوا ويسيبوا الخيل بتاعتهم ويسيبوا حاجاتهم ويسيبوا أسلحتهم، للأسف الشديد الرماة تركوا أماكنهم ونزلوا. نزلوا ليه؟ نزلوا عشان ياخدوا الغنائم وياخدوا مش عارف ايه، افتكروا ان المعركة خلصت. كان لسه خالد بن الوليد في جيش المشركين، لم يكن قد أسلم بعد. هو شاف الرماة مشيوا والساحة خليت، يعني سلاح الجو والقذائف خلص، مفيش سلاح جو، مفيش تغطية، راح لافف بالجيش وراح كرع المسلمين تاني وهزمهم، وكانت هزيمة يعني شديدة شوية. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بقى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. انتوا عايزين تدخلوا الجنة كده من غير بلاء؟ طب دول ابتلوا وشدد الله عليهم بلاء ومعاهم نبي، معاهم نبي محمد، ابتلوا هم في مكة وابتلوا هم في المدينة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. مش انتوا كنتوا بتتمنوا الموت قبل كده؟ أهي الشهادة جت. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بقى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الحكاية دي حكاية مهمة قوي. ليه؟ لأنه في ناس دايما تدخل في فكر معين أو في حزب معين انبهارا برئيس الحزب أو بصاحب هذا المنتدى مثلا، فدخل الناس انبهارا بمحمد وانتصاره على قريش، كويس، فانبهر بعض الناس وأكثرهم بمحمد ودخلوا الإسلام انبهارا بشخصية محمد أكثر ما هم مؤمنين بالله، كويس. فالمهم أنه ربنا سبحانه وتعالى أشاعوا بقى في غزوة أحد أن محمد مات، محمد قتل، وقعدوا ينادوا أن محمد قتل. ففي بعض الناس ارتدت وقالت خلاص بقى إيه، مدام محمد مات إحنا هنرجع تاني. ده كل ده من غزوة أحد. ده حصل بقى بعد ما مات النبي نفسه، انه قبل ما يموت النبي بعد ما انتصر على المشركين وفتح مكة وبدأ يبعث الرسل الى الملوك والقياصرة، ناس كتير قوي بقى دخلوا الاسلام انبهارا بشخصية محمد، انبهارا اذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فسيدنا النبي دخل الناس أفواجا، جماعات بقى، كان كل يوم بيسلم واحد اتنين، بقى تيجي قبائل آلاف، كل يوم يجوا آلاف يسلموا، كانوا كلهم مش عارف 2000-3000 واحد في غزوة الأحزاب. لما فتحوا مكة كانوا 8000 ولا 10000، لما جه النبي في خطبة الوداع كانوا 126000. يعني شوف من 8000 ل 10000 تضاعف. ليه؟ لأنه بدل ما كان بيسلم في اليوم 15 بقى يسلم آلافات. لكن الذين أسلموا انبهارا بشخصية محمد خرجوا لما محمد مات، ودي بقى كانت مشكلة كبيرة اسمها حروب الردة، حروب الردة. ولذلك حروب الردة كانوا داخلين الإسلام انبهارا بشخصية محمد، محمد مات رجعوا في كلامه. ولذلك سيدنا أبو بكر قالها صراحة: من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اللي كان جاي هنا عشان خاطر محمد، محمد مات. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أهو: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولما يموت محمد ترجعوا ترتدوا؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وبعدين ربنا بيقول لهم: لا، أنتم ما بتعبدوش محمد، أنتم بتعبدوا ربنا. زي ما ناس تيجي تقول لك إيه: أغثنا يا رسول الله، يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أغثنا. محمد مات، إحنا ما بندعيش محمد،
احنا ما بنستجرش بمحمد ولا نستغيث محمد، احنا بنستغيث برب محمد. اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. ده دي اصل العقيده. انا لا ادعو محمد ولا ادعو ابراهيم ولا ادعو كذا، انا ادعو لهم بالصلاه، ادعو لهم بالرحمه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، دعاء. لكن اقول له يا محمد انقذني، يا محمد اجرني، ده مش مظبوط. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ما حدش هيموت ناقص عمر. ولذلك يعني الشجاع يموت مره واحده والجبان يموت كل يوم. وكان سيدنا ابو بكر يقول للخالد كده وهو خارج، يا خالد احرص على الموت توهب لك الحياه، احرص على الموت توهب لك الحياه. يعني ايه احرص على الموت؟ ما تخافش، مش هتموت لما ينتهي اجلك، خلي ربنا معاك. طبعا يعني احداث غزوه احد الحقيقه احداث كثيره بنتعلم من المحنه. نكمل ما بداناه في غزوه بدر، في غزوه احد. قلنا ان احنا اتكلمنا الاول عن غزوه بدر الايه 123، دلوقتي احنا في الايه رقم 145، الايه 145 من آل عمران، بنتكلم في غزوه احد. يتعلم الانسان من المصيبه ويتعلم من الهزيمه ويتعلم من المرض اكثر مما يتعلم في الرخاء وكذا. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يبتليك بمصيبه عايز يعلمك منها درس، ولما ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بمرض يبقى ربنا عاوز يهذبك ويرقيك ويعليك. لكن مش ممكن ربنا يبتليني بامراض امراض امراض وانا زي ما انا، ولما ارجع بصحتي ارجع تاني للعادات السيئه بتاعتي، وينطبق عليه قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. معناه ايه الكلام ده؟ معناه اني انا لازم اتعلم، لازم اتعلم من اخطائي. لو ما اتعلمتش من اخطائي افضل في بلاء طول عمري. هو ربنا كان بيبتليني بالامراض دي كلها ليه؟ الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، يعني ما حدش هيموت ناقص عمر. يعني في ناس كده تشرب مش عارف ايه براشيم انا عايز اموت نفسي، ومش عارف يشرب ايه اموت نفسي ياخد مش وما بيموتش. ما حدش هيموت ناقص عمر عشان نبقى واضحين. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها. اللي عاوز الدنيا ياخد، بس مش هياخد اللي ربنا قدره برضه. ليه؟ لانه الارزاق محدوده ولا حيله فيها. ساعات انسان يبقى عقله ذكي جدا جدا وبعدين فقير، ويقول لك ده انا اقول لك على فكره تجيب ملايين، وبعدين يحكي لك فكره ثانيه تجيب ملايين. على طب ما انت عندك افكار جميله كده، ما فين الملايين دي؟ لكن هو فقري. يعني ايه هو فقري؟ هو رزقه ضيق. يقول للناس على افكار جميله جدا وهو عشان كده لا حيله في الرزق. وفي قول جميل جدا بحبه قوي قوي، يقول لك علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمئن قلبي. يعني ايه؟ يعني ما حدش هياخد رزقي، والله العظيم ما حد هياخد رزقي. طيب يعني ايه علمت ان رزقي لا ياخذه غيري؟ ايه رزقي ده؟ اكلي، شربي، لبسي، الهواء اللي بتنفسه، اني ازيح حلقه في التلفزيون ده رزق، ان ربنا يكتب لي القبول، ان ربنا يحبب فيا الناس ده رزق، ان ربنا يرزقني بزوجه صالحه ده رزق، ان ربنا يرزقني بولد صالح او ببنت صالحه ده رزق. علمت ان رزقي لا ياخذه غيري. فلو انه تقدم واحد لوحده وما حصلش نصيب مش من رزقها، ده مش نصيبها. علمت ان رزقي لا ياخذه غيري. لكن هو ما نفعش الجوازه يبقى اصله فلان وصل فين ربنا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. انت عايز ايه؟ طبعا انا عايز الدنيا والاخره، بس عشان اعمر الدنيا صح اعمرها بقانون الاخره. طب لو عمرتها بقانون الدنيا، قانون الدنيا يبقى فيها جشع وطمع وصراع وعاوز ابقى اغنى واحد وعاوز مش عارف اخد ايه، ولو كان لابن ادم واديين من ذهب لاتمنى ان يكون له ثالث، وحب وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والانعام والخيل المسومه والانعام والحرث. كل ده متاع الحياه الدنيا. طيب وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ما في انبياء قبل محمد؟ كان في قبل محمد. وهؤلاء الأنبياء قاتل معهم ربيون كثير من أتباعهم الربانيون، يعني أتباعوا الأنبياء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. مش عشان أصابتهم مصيبة خلاص يرتدوا، زي واحد كده بيصلي ويصوم وبعدين ربنا ابتلاه بأي حاجة، مرض،
ما حققش الدرجة اللي هو عاوزها، ما جابش الحاجة اللي هو عاوزها، خلاص ما يصليش. ما بتصليش ليه يا فلان؟ يا عم أنا صليت ودعيت ربنا وما بيستجبش. يا سلام. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. يعني زي ما بيقول الضربة اللي ما تموتنيش تقويني. أنا ما بستسلمش للفشل. لا أستسلم للهزيمة. لا أستسلم للمرض. طول ما أنا فيا نفس أنا بالله قوي. طول ما أنا فيا نفس أنا بالله قوي، لا أستسلم أبدا للمرض. الفرق ما بين السليم والمريض إن المريض مستسلم ونايم وراضية بالذلة والمهانة، والسليم يقول لك لا عندي مغص، عندي صداع، عندي رجلية مش قادر أشيلها، همشي، وأول ما أمشي ربنا هيعدلها. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، شوف بقى، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أهو ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ده قول المؤمنين في هزيمة، في حرب، في نصر، والمؤمن عنده يعني السراء زي الضراء، أنا لا أتغير ولا أتلون مع الله عز وجل. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. مش هيضيعك. ايه يعني اتهزمت؟ ايه يعني ما خدتش الزوجة اللي انت عاوزها؟ ايه يعني ما خدتش الوظيفة اللي انت عايزها؟ ربنا مدخر لك احسن والله. ايه يعني كنت عايز اخد شقة ما خدتهاش؟ ايه يعني كنت عايز اخد زوجة ما خدتهاش؟ يعني كنت عايز اخد وظيفة ما خدتهاش؟ ها؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. يا سلام. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهموا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يحذرنا من الكفار، لأنهم ساعات يخشوا فينا كده عشان يضعفون. إزاي؟ يعني ساعات الكفار يطلعوا تقارير الاقتصاد العربي سيقع، دول الربيع ستقع، ستنهار، الاقتصاد سينهار. ربنا بيقول لنا ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ما تسمعوش للكلام ده، ما تسمعوش للضعف والوهن ده، بل الله مولاكم. ما دام معاك ربنا ما تخافش، زي ما سيدنا موسى كده جم قدامهم البحر، البحر قدامهم والعدو خلفهم، خلاص يا يغرقوا يا يتقتلوا. سيدنا موسى قال لا، كلا إن معي ربي سيهدين. هو ده المؤمن. المؤمن لما تشتد أو تتخنق من كل ناحية يقول لك لا والله ربنا موجود، ربنا هيجيب الفرج. كلا إن معي ربي سيهدين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وخلي بالك إحنا بننصر بمعصية عدونا لله، وكان دايما سيدنا عمر يكتب للجنود كده، إنما تنصرون بمعصية عدوكم لله. يا جند الإسلام أطيعوا الله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أطيلوا السجود لله. يا جند الإسلام لا تحرقوا الشجر ولا تقطعوا الزرع ولا تحرقوا الزرع ولا تقتلوا النساء ولا الأطفال ولا الرهبان. يا جند الله، يا جند الحق لا تعتدوا، لا تحرقوا شيئا. يا جند الله سيروا عباد الله في الأرض. شوف، بل الله مولاكم وخير الناصرين. أنتم تنصرون بمعصية عدوكم لله. أعداءنا يقتلوا الرسل، يعيشوا في الأرض فساد. ها؟ أعداءنا يقولوا أن يخافوا على 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 قطه بتموت ولا كلب، يقول لك حقوق الحيوان. طب ما الناس اللي بتموت بالالاف مش زعلانين منهم ليه؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. اذا خلي بالك، وهيترعب منك من ايمانك. عشان كده تلاقي العاصي دايما يتهم المؤمن بانه ده بيعمل كذا وبيعمل كذا، ومش يعني في عاصي مش متخيل ابدا ان مؤمن ما بيزنيش. العاصي مش متخيل ابدا ان مؤمن ما بيشربش سجاير. العاصي مش متخيل ابدا ان مؤمن ما بياخدش رشوه، مش متخيل. لان ما دام هو بيقبل رشوه، وما دام هو بيشرب خمر، وما دام هو بيزني، يبقى كل الناس كده، سواء مربي ده او مش مربي ده. لا والله، في ناس تقيه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده. مش انتم زعلانين كده؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى في الاول نصركم
بس انتوا اللي خالفتوا امر الرسول لما قال للرماة اوعوا، لا اوعوا تسيبوا اماكنكم، لو رايتمونا تخطفنا الطير لا تتركوا اماكنكم، سابوا اماكنكم اهو. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، لكن انتوا بقى فشلتم، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم، عصيتم كلام النبي، عصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، اول ما شفتم النص سبتوا اماكنكم، من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، وربنا عفا، ده بقى فضل كبير منه، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وبعدين لما اصابهم القرح كده يعني اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاذا بكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. نتحدث عن الدروس التي نستفيدها من غزوة أحد. في سورة آل عمران الآية 154 يقول تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. خلي بالك لما يشتد الأمر يبان الناس الصادقة قوي والناس اللي هي يعني داخله في الموضوع كده. غزوه احد يعني قائمه الى قيام الساعه. ومعنى غزوه احد قائمه الى قيام الساعه يعني في احداث متشابهه هتتكرر كتير. لما يكون الناس في نصر وفي خير كل الناس عاوزه تشارك. يعني زي ما نقول ايه الثوره نجحت كل الناس تخرج تفرح بالثوره، كل الناس خرجت. طب لما يبقى اهل الثوره في محنه ربنا معاهم بقى، كل ما المحنه تشتد والضرب يشتد الناس بتجري تفر. فربنا سبحانه وتعالى لما الناس خرجوا من غزوة أحد وكان فيهم غما شديدا، فبعد الغم ده راح ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم من بعد الغم أمنة نعاسا. في فائدة طبية جميلة جدا لما الواحد يكون عنده غم وهم وحزن وقلق يفضل أنه ينام. خلي بالك معايا، عندي مشكلة عندي بدل ما الشيطان عمال داخل في دماغي والمشكلة عمالة تولد وتكبر، لا نام شوية. لما تنام شويه باذن الله تعالى هتلاقي الموضوع هدي والدنيا بقت حلوه. ده علاج. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه النعاس، ده الامان بتاع ربنا انك تنعس. يغشى طائفه منكم، في طائفه ثانيه ما استجابتش لامر الله، وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين، يقولوا ان ربنا مش هينصرنا، ما هو ربنا ما نصرناش اهو. يعني زي واحد يقول لك ايه انا بدعي ربنا كتير جدا وما بيستجبش. طيب هل انت قدمت مقدمات الدعاء؟ يعني انت تصدقت؟ طيب هل ليك من الحسنات عند ربنا رصيد؟ قال تعالى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وعظم اجرا. هل انت ليك عند ربنا حاجه؟ لا. انا بدعي 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 بتشحت من غير ما تقدم، يعني لابد ان يكون لك رصيد. كثير من الاعمال الصالحه، قيام ليل، تسبيح، صدقات، يعني عبد بار بتقدم خير ليك رصيد عند ربنا تسحب منه. انما في ناس مالهاش رصيد خالص، مالهاش رصيد عند ربنا غير الدعاء، دعاء على الفاضي، ونقعد ندعي ربنا كل رمضان ندعي كتير 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 دعاء دعاء وما فيش اجابه خالص. ليه كده يا عم؟ لان انت مش مقدم حاجه. وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من امر شيء؟ لو كان الامر في ايدنا دلوقتي كنا سيبنا الحرب وجرينا. طب احنا ليه جينا هنا؟ هل لنا من الامر شيء؟ قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. مش عاوزين يقولوا لك. احنا انهزمنا، لا مش راضيين على الهزيمه، احنا حلوين قوي طول ما احنا منتصرين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، نصابه خير واطمأن به، في خير يبقى ربنا حلو. وان اصابته فتنه، في مشكله بلاء مصيبه، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره، لا صلاه ولا صوم ولا ذكر. ويرجع يدخن ويرجع اذا كانت محجبه تقلع حجاب ايه كده؟ ايه ده؟ حرف. يقولون يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون شوف بقى المنافقين، ربنا ما يجعلكش منهم. احنا بنعمل اسقاط علينا دلوقتي. يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني لو كان الامر بايدنا ما كناش جينا هنا. يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم. الكلام ده ساعات نقوله. حد والعياذ بالله خرج يروح يجيب حاجه، عمل حاجه فاصابته مصيبه الموت، حادث، يقول لك ما لو ما كانش راح المشوار ده ما كانش مات. ازاي يا عم؟ ده قضاء، ده قضاء، ده هو مكتوب عليه من قبل ان يولد ان هو يتولد في ساعه كذا ويموت في ساعه كذا وبطريقه كذا.
يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. يعني لو أنتوا قاعدين في البيت ملك الموت هيجي، هتموتوا أنت في البيت. يعني هو الموت لو أنا قاعد في البيت مستريح الموت مش هيجي، ولما أنزل الموت يجي؟ لا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هيجي ينام يموت في مكان. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ده ربنا بيختبركم والله عليم بذات الصدور. في ناس طبعا يعني راحت وانصرفت، وفي ناس يقول لك لا، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. في ناس ما راحتش خالص، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. في ناس لما يجي عند الجد ما تلاقيهمش، لما نعمل فرح ونعمل هيصة ونعمل كذا تلاقي الدنيا كلها موجودة، ولكن لما نعمل حاجة جدة ما تلاقيش حد. لما نعمل برنامج هزل وأغاني تلاقي ألاف، حفلة لمغني يبقى فيها 100,000. طب هنعمل مجلس علم عدد قليل. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. شباب بيصبطوهم يقولوا لهم ايه ده، لو كانوا معانا ما كانوش اتقتلوا. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم او قتلتم لا اله الا الله تحشرون. انت في الاخر رايح فين؟ رايح لله. خلي بالك ما فيش حد هيموت الا لما ساعته تيجي، مات في حادثة، مات في عربية، مات في مرض، مات على السرير، مات في، هيموت ساعته جت. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا أروع حاجة في الدنيا دي، أروع حاجة إنك أنت تبقى عندك خلق الرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا خلي بالكم النصر هو الله. النصر والنجاح والشفاء والفوز والرئاسة والوزارة كلها بيد الله. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نصرك في الامتحان، نصرك في الوظيفة، نصرك في المهمة، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. طيب وافرض والعياذ بالله العكس، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ طب ربنا خذلك مين لا ينصرك؟ ولذلك أنا بقول للناس كلها خلي بالكم، علمت أن رزقي لا يأخذ غيري فاطمأن قلبي. رزقك مع الله، نجاحك، فشلك، فوزك، الوظيفة، لا تقول ده ما عند ربنا. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ طب لو ربنا ما ادانيش حاجة مين اللي هيديها لي؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل. ونأتي إلى قضية أخرى وهي قضية الغلول. قضية الغلول دي بقى يعني قضية كبيرة قوي عايزة شرح طويل. فعشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول ان دايما المؤمن لما ينصر بفضل الله ولما يهزم والعياذ بالله دي سبب في نفسه. بعض الناس بقى كان ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك سيئة يفرحوا بها، اما يكون فيك شر يفرحوا ويكون فيك خير يزعلوا. وبعدين يقول لك ايه؟ لما يجي خير يقول لك ده من عند الله، ولما يجي شر يقول لك ده من عندك انت. لا والله، اللي بيبتلي العباد ربنا. فعشان كده ربنا بيقول لنا ان ينصركم الله فلا غالب لكم. في اي موضوع والله العظيم لو نصرك ربنا ما حدش يقدر. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي ان يغل. ونشوف بقى موضوع الغلول في الحلقه القادمه ان شاء الله. في روضه القران نعاهد الله عز وجل على ان نتخذ القران منهج حياه وان نشغل بهذا القران عن جميع هموم الدنيا. فمن جعل القران همه وقاه الله شر ما اهمه. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا جلاء همنا وذهاب غمنا ونور ابصارنا واجعله شهيدا لنا يوم القيامه لا علينا. والى اللقاء في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مولاي إني ببابك، مولاي إني ببابك قد قصدت يدي، من لي